راديو أنا فهم صوتكم. كل الحاضرين اليوم 123 نائب صوتوا بالإجماع في بيان ختامي يصدر عن مجلس نواب الشعب. اليوم من أبرز الثلاث نقاط اللي فيه، أول حاجة كونه نحن نشيد بموقف الحكومة التونسية وموقف رئاسة الدولة التونسية دونك بالقضية الفلسطينية. في نفس الوقت نحن نستنكر البيان الذي صدر عن جميع الدول العربية، ونستنكر زاد العدوان الصهيوني ما يقوم به معناتها في حق الشباب، في حق النساء اليوم، في حق أهالي فلسطين ومتساكني فلسطين ومالكي الأرض الفلسطينية اللي هم يحبوا يهجرون منها. دونك اليوم ثلاثة نقاط الختامية هذوما اللي بهم الفائدة. مع ذلك اليوم نحن نتمسك بالشرعية نتاع الأرض الفلسطينية. اليوم ندعو زاد الدبلوماسية التونسية على لعب دور استراتيجي. اليوم الشعب هذايا اللي يجب فك العزل عليه. مبادرة قانون يعني التجريم التطبيعي هي مبادرة تشريعية تقدموا بها بعض النواب، وفما مبادرات أخرى عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني. هذه المبادرات يعني كلها تصب في خانة واحدة، وهي تريد أن تترجم الإرادة الشعبية والموقف السياسي اليوم إلى تشريعات وقوانين تعبر عن هذه الإرادة. هذا المجلس سيعمل على نهضة الشعوب بسن قوانين وتشريعات تكون في مستوى اللحظة وفي مستوى هذه المرحلة. قانون تجريم التطبيع اليوم قاعد في اللجنة يتخدم، دونك عملنا عليه جلسات. ثم دو فيرسيون الأولى الثانية رجعت، لكن تفهمنا النواب كل كونه باش نناقشوه بصفة عاجلة وبصفة أعمق. دونك اليوم باش ناخذوا زوز المواضيع وباش نناقشوهم مع بعضهم وباش نخرجوا قانون سيمر بأغلبية الأصوات كما مر البيان الختامي اليوم إن شاء الله. صدمتنا كانت كبيرة ببيان جامعة الدول العربية. هذا البيان الذي عوم القضية. هل البيان اعتبر أن هذه الحرب هي حرب بين طرفين؟ اليوم الجامعة الدول العربية أصبحت مفرقة للدول العربية.